بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية وخصوصا زراعة الورقيات. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم إن شاء الله تعالى النهاردة عن زراعة الخص. الخص بيعتبر من الورقيات المهمة جدا جدا جدا، في لا تخلو مائدة من الخص ده للناس يعني اللي هي بتحب تتناول وجبة متكاملة، أو للناس اللي بتعمل حمية غذائية لأنه غني طبعا بالألياف وغني بالرطوبة بتاعته عالية. فيلا نزرع خص. زي ما حضرتك شايف كده، هو الخص التربة بتاعته اللي هو يعني عايز يزرع خص، مش اللي هو العربي بتاعنا العادي ده، هو اللي هو عايز يزرع في البيوت المحمية وياخد انتاج كويس جدا ذو قيمة تسويقية عالية. فبيبدأ يزرع الخص في تربة خاصة، وليكن مثلا النص بتاعها رمل، 50% رمل و40% بيتموس و10% الكمبوست تم التحلل، ومن الانواع الكويسه جدا. وبنبدا نخلطهم في بعض كده، وبنعمل رود زون او منطقه تربه حتى لا تقل عن 20 سنتي من التربه اللي احنا عملناها زي ما حضرتك شايف كده اهوت. وبيضاف عليها الداب او السوبر فوسفات بالكميه اللي انت تراها يعني، تمام. ولو في موجود كبريت زراعي ما فيش مشكلة خالص، كبوتاسيوم ما فيش مشكلة، لو انت اورجانيك زود البتموس شوية وان شاء الله الدنيا هتبقى عندك كويس، تمام. بيبدأ الخلطة زي ما حضرتك شايفها كده هو، وتبدأ تتساوى. ولما بنسويها بنفرد الخراطيم، الخرطوم مرود بيبقى حوالي 2.5 متر، تمام، بين الخرطوم والتاني في حدود 50 ل60 سنتي، بين المسافة النبات والآخر بيبقى في حدود 40 سنتي، تمام. عندنا أنواع من وبنفرد الخراطيم وبنبدأ نزرع عليهم. طبعا الزراعة بتبقى عبارة عن بذور مستوردة من شركات كبيرة أجنبية بتهتم أصلا بالورقيات. الأجانب دايما بيهتموا بالورقيات، يمكن احنا هنا بنهتم بي في الوطن العربي بيهتموا باللحوم والرز والحاجات ديت، لا هم عندهم هناك بيهتموا بالوجبات المتكاملة. فتلاقي زي ما حضرتك شايف كده بيبتكروا في كل شيء، الخاص اللون بتاعه كذا لون وكذا نوع، وبيدخل فيه كذا حاجة من اللي هم بياكلوها، تمام، بيبتكروا بصراحة. فبالنسبة لزراعة الخاص زي ما حضرتك شايف كده، الأهم شيء الإعداد الجيد للتربة. بعد كده كل الأمور بتبقى سهلة جدا جدا، بأقل حاجة عشرينات ماشي. لو حضرتك عايز تعمل أورجانيك برضو ماشي، لأن فترة مكوسه في الأرض ما بتبقاش كبير. ده خص، في عندنا الخص ده اسمه الفريزي، تمام، وفي الخص العربي، في الخص العربي ده اللولو الأحمر، خص اسمه لغلو احمر، تمام، لسه صغير هو، لما بيكبر طبعا بيبقى له شأن تاني، الشكل والمنظر ما شاء الله حاجة يعني تفتح النفس عن الاكل يعني، تمام. طبعا ده هو بيتاخد، ده اللولو، اللولو الاخضر ده صنف اسمه لولو اخضر، برضو صنف جديد لسه صغير اهو، بتشيتل طبعا، بيتزرع بذور في صواني زيه زي الشأن وشأن الكنتالوب والخيار والطماطم والفلفل البتنجان كل الحاجات دي، تمام. ده اللولو، ده اللولو احمر، في خص فريزي، ده اللولو الاحمر صغير اهو، بتزرع يدوب بشتله لسه ماشي، بيتزرع في الصواني، بيبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده هو. ده اكبر شوية، بيكبر شوية لحد ما بيوصل يعني في حجم نص الكرنب كده، شايف، عارف الكرنب، لحد ما بيوصل لنصه. طبعا بيتعمل حزم وبيغلف وبيطلع على السوق مباشرة تحت ظروف تخزين خاصة، تبريد يعني، لحد ما بيوصل للمستهلك. طبعا الحاجات ده هي بصراحة يعني بتتزرع، بنزرعها سبيشيال يعني، مش لأي سوق، يبقى سوق اللي هي المولات الكبيرة هي اللي بتهتم بالحاجات دي، لأن الرواد بتوعها بيبقى ناس عندهم المقدرة
ان هم يشتروا اي حاجه وباي مبلغ. زي ما انت شايف كده الكاميرا قربوا عليها، هو شايف تحت كل واحده النقاط بتاعها، شايف الشكل في الاخر بتبقى لك يعني بتدي لك منظر كويس جدا، سواء للسلطه او للقيمه الغذائيه بتاعتها، او يعني الاجانب بيبتكروا فيها. تمام، باقل شيء قلنا لو عايز تزرع يا ريت الحاجات دي تدخلها اورجانيك. تمام، ده اللولو الاخضر شايف بقى ابتدى يعني ما شاء الله حاجه تفرح اهيا كبر. طبعا انا مصور لك بحس مرحله مرحله كده، ان شاء الله يعني دخل على الحصاد اهو، حاجه كويسه جدا جدا جدا. وده برضو في الاعمار المتقدمه ابتدى يدخل في الاطوار بتاعت الحصاد. طبعا ده لسه صغير. تمام، الخص يعني هو لو تزرع حتى حاجة صغيرة في البيوت، ولكن هي بتبقى مكملة بحيث انك انت بيكون عندك كل شيء. يعني البيوت دي كنز، فيجب ان تستغله كويس. ده بقى حصاد كامل، بقى ده حصاد كامل، لولو الاخضر ده حصاد كامل. تمام، ده حصاد كامل ما شاء الله، حاجة يعني يتحصد كده. اهم شيء بتعمل المشيات والتربة، اعداد التربة كويس. اللي باقي سهل جدا، باقل شيء من العشرينات، سماد 2020 هيمشي معاك. طبعا الاصابة بالامراض صعبة جدا تحصل في الظروف الكويسة دي، وبتبقى قليلة جدا يعني. طبعا بتزرع الافضل بتزرع في اكتوبر، ده خاص عربي يا جماعة، اللي عدى ده خاص عربي. تمام، ده زي ما قلنا الخط الخاص الفريزي ده. تمام، الخاص العربي ده اللي هو المصري بتاعنا العادي. اتمنى ان حضراتكم بتكونوا استفدتم من زراعة الخيار الخاص، وياريت حتى يعني تعمل لك حتى شوية ليك انت يعني. تمام، حاجة كويسة جدا جدا جدا، وحاجة مهمة جدا جدا جدا. بشكركم وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من زراعة الورقيات. على فكرة دي مش محتاجة يعني خبرة خالص، محتاجة حد بس ينبت البذور كويس، وبعد كده الامور هتبقى كويسة معاكم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.